بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعين قناه الاسكوله طلاب الصف الاول الثانوي. كل سنه وانتم طيبين ببدايه الترم الثاني ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم فيها الفصل الثالث في الباب الثاني بعنوان القوه والحركه. هنتكلم فيها اولاد عن قانون نيوتن الثاني. طيب، اول جزئيه في قانون نيوتن الثاني اسمها كميه الحركه. ايه هي كميه الحركه؟ قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يوصل له. طيب، عشان اوصل لك مفهوم كميه الحركه، تعالى كده نراقب اي جسم بيتحرك. اي جسم بيتحرك بيتحرك بايه؟ بكتلته وسرعته. الجسم اللي بيتحرك ده بيبقى له كتله وبيبقى له سرعه. طب انا عايز اعبر عن حركته بكميه، الكميه ده ولاد اسمها كميه الحركه. يبقى كميه الحركه دي بكل بساطه دي كميه بتوصف حركه الجسم. طيب، بتساوي ايه؟ بتساوي حاصل ضرب كتله الجسم في سرعته. طب لو انا عايز اشوف وحده القياس من القانون، وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، وحدة قياس السرعة متر على الثانية، يبقى إذن هنا وحدة قياس كمية الحركة كيلو جرام في متر على الثانية. طيب يلا بينا نشوف بقى السرعة. كمية الحركة، كمية الحركة كمفهوم لغوي مفهوم بيعبر عن حركة الجسم. طب اي جسم بيتحرك يا ولاد بيتحرك بايه؟ بيتحرك بكتلته وسرعته. طيب احنا لما نيجي بقى نربط الكميتين ببعض، نربطهم بكميه اسمها كميه الحركه. كميه الحركه دي بكل بساطه ده مفهوم بيعبر عن حركه الجسم. طيب ده بيساوي ايه؟ اولا كميه الحركه دي رمزها بي، بتساوي يا ولاد بتساوي كتله في سرعه ام في في. يبقى البي دي كمية الحركة، ام دي كتلة، سرعة اللي هي الايه؟ الفي. طيب عايز اعرف وحدة القياس، طبعا وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، وحدة قياس السرعة متر على الثانية. يبقى اذا هنا وحدة قياس كمية الحركة كيلو جرام في متر على ايه؟ على الثانية. طيب تعالى كده نشوف ايه اول مثال. جسمان لهما نفس كمية الحركة، يعني بي واحد بتساوي بي اتنين. طيب كتلة الأول 5 كيلو جرام، ده ام واحد، سرعته 20 متر على الثانية في واحد، وكتلة الثاني 15 كيلو جرام، ده ام اتنين، فإن سرعته تساوي نقط، يعني هو عايز في اتنين. طيب ابتدي ازاي؟ هو بيقول لحضرتك في الأول إن الجسمين ليهم نفس كمية الحركة. لما تيجي نبدأ من هنا، بي واحد بيساوي بي اتنين، في كل كده البيهات، بي واحد ام واحد في واحد بيساوي ام اتنين في اتنين. طيب ام واحد عندك هنا بخمسة، في في واحد بعشرين، ام اتنين 15، في في اتنين مجهول. أحسب أنا بقى كده في اتنين، هيطلع في الآخر يا ولاد 6.67 متر على الثانية. طيب تعالى كده نشوف المثال التاني. نسر كتلته 10 كيلو جرام، طيب ده هنا الام، يطير بسرعة 20 متر على الثانية، ده الفي، فإذا اقتنص فريسة كتلتها 1 كيلو جرام، ده كتلة الفريسة. يبقى انت عندك هنا كتلة النسر في الأول، وبعد كده جايب لك كتلة الفريسة. أهم حاجة ترجم المسألة المعطيات، وطار بها بنفس سرعته، يبقى أنا أقدر أقول إن في نسر هو هو في فريسة، فإن النسبة بين كمية حركة النسر وكمية حركة النسر والفريسة مع بعض، عايز في نسر إلى بي نسر وفريسة. طيب بالعقل كده، طب مساوي نسب البيهات بالإمهات كده ولا كده؟ الفيهات هتروح مع بعض لأن الفيهات متساوية. أنا عندي هنا كمية الحركة كتلة في سرعة ام في، البي والإم ولاد علاقة ايه؟ علاقة طردية. يبقى أنا أقدر أقول بي نسر على بي نسر وفريسة بيساوي ام للنسر على ام للنسر وفريسة، يعني هيساوي كتلة النسر بكام؟ بعشرة.
كتلة النسر والفريسة 10 وواحد كام؟ 11. يبقى هنا 10 على 11. جسم كتلته نص كيلو جرام ده ام، يسقط سقوطا حرا من قمة مبنى فوصل إلى سطح الأرض بعد 4 ثواني، ده تي. عايز كمية الحركة لحظة اصطدامه بسطح الأرض. تعالى نرسم المسألة. يعني أنا عندي هنا جسم سقط رأسيا لأسفل، الجسم ده كتلته نص كيلو جرام، طيب وصل للأرض بعد 4 ثواني وطالب من حضرتك كمية الحركة عند سطح الأرض. طب كمية الحركة قانونها ام في كتلة في سرعة. طب انهي سرعة؟ هو طالب من حضرتك كمية الحركة فين؟ عند سطح الأرض. يبقى أكيد بديهي سرعته دي عند سطح الأرض برضو. يبقى أنا المطلوب مني هنا أجيب السرعة، أجيب الفي فاينل عند سطح الأرض. طيب يبقى هنا شغل معادلات حركة. افتكر كده معايا هنا معادلات الحركة. أول معادلة في فاينل بتساوي في انيشال زائد جي دي. تاني معادلة دي بتساوي في انيشال دوت تي زائد نص جي تي تربيع. وتالت معادلة في فاينل تربيع بيساوي في انيشال تربيع زائد 2 جي دي. انهي معادلة ولاد فيها المعطيات دي؟ فيها طبعا هو هنا الجسم سقط من السكون، يعني الفي انيشال بصفر. انهي معادلة فيها الفي انيشال والتي والفي فاينل والجي؟ طبعا المعادلة الأولى، في فاينل بيساوي في انيشال زائد جي تي. في فاينل هنا مجهول، في انيشال بصفر، الجي ب 10 والتي هنا ب 4، يعني هيطلع 40 متر على ايه؟ على الثانية. 40 متر على ايه؟ على الثانية. طيب كمية الحركة الام بنص في الفي ب40، نص في 40 20 كيلو جرام متر على ايه؟ على الثانية. 20 كيلو جرام متر على ايه؟ على الثانية. نيجي المثال اللي بعده. في الشكل المقابل بيوضح كرة كتلتها نص كيلو جرام، ده هنا الام، تسقط سقوطا حرا نحو سطح الارض. عايز كمية الحركة لحظة وصولها لسطح الارض. طيب نفس الفكرة هنا، انا عايز كمية الحركة. طيب كمية الحركة ولاد كتلة في سرعة. أنا عايز كمية الحركة فين؟ عند سطح الأرض. يبقى السرعة دي سرعة الجسم فين؟ أكيد برضو عند سطح الأرض. يبقى أنا مطلوب مني الفي فاينل عند سطح الأرض. الكرة هنا سقطت من السكون، يعني الفي انيشال بصفر، وجايب لك الدي 180 سنتي والجي ب 10. طب أنا هنا هتعامل بأنهي معادلة من معادلات الحركة؟ طالما جايب لك فيهات ودهات يبقى أنت هتشتغل بمعادلات حركة. طيب نكتبهم تاني كده. أول معادلة في فاينل بيساوي في انيشال زائد جي تي. تاني معادلة هنا دي بيساوي في انيشال دوت تي زائد نص جي تي تربيع. وتالت معادلة في فاينل تربيع بيساوي في انيشال تربيع زائد 2 جي دي. هنتعامل بأنهي معادلة؟ أنهي معادلة فيها في انيشال وفي فاينل ودي وجي؟ المعادلة الايه؟ التالتة. في فاينل تربيع بيساوي في انيشال تربيع زائد 2 جي دي. في فاينل تربيع انا عايزها في انيشال بصفر، 2 في الجي ب 10 ودي هنا بكام؟ ب 180. بس لحظه خد بالك، دي سنتي، لازم احول للمتر. من السنتيمتر للمتر اضرب في 10 اس سالب 2 واخد جذر اللوكشه دي كلها، في الاخر هلاقي ان الفي فاينل ب 6 متر على السنتي. 6 متر على ايه؟ على السنة. طيب عايز انا بقى هنا كمية الحركة. كمية الحركة كتلة بسرعة، كتلة هنا نص في السرعة هنا 6، يطلع في الاخر 3 كيلو جرام في متر على ايه؟ على السنة. اخر مثال عندنا يا ولاد. اذا تحرك جسم كتلته ام من السكون بعجلة منتظمة ايه، فاصبحت كمية تحركه بي خلال زمن تي، فإنه بعد مرور زمن 2 تي من بداية الحركة تصبح كمية تحركه معاصرة. طب
هو العلاقة ما بين كمية الحركة والزمن ايه؟ هو بيقول لك بعد زمن تي كمية الحركة بي، طب بعد 2 تي كمية الحركة كام؟ كمية الحركة هنا كام في الحالة التانية؟ طيب ما تيجي نشوف كده قانون بيربط العلاقة ما بين كمية الحركة والزمن. انت عندك هنا كمية الحركة كتلة في سرعة ام في، وهو بيقول لك ان الجسم ده بيتحرك بعجلة منتظمة ايه؟ عجلة منتظمة ايه؟ طيب لو انت جيت شلت الفي وحطيت وجبتها بدالة الايه، العجلة هنا بتساوي سرعة على ايه؟ على زمن. يبقى انا اقدر اقول ان السرعة بتساوي عجلة في زمن. يبقى هنا هشيل الفي واحط ايه دي؟ في الاخر لقيت ايه؟ لقيت ان كمية الحركة والزمن علاقة طردية، لأن بسط وبسط علاقة إيه؟ طردية. يبقى هنا لما الزمن يزيد للضعف يبقى كمية الحركة هيحصل لها إيه؟ برضه هتزيد للضعف، بتبقى 2 بي. كده يا ولاد خلص أول درس معانا بعنوان كمية الحركة في الفصل الثالث في الباب الثاني. إن شاء الله المرة الجاية هنخش في الدرس الثاني بعنوان قانون نيوتن. يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.